هل نفسك بهاتف متخصص في الألعاب ولكن الميزانية اللي عندك يعني ليست 600 أو 700 دولار، ميزانيتك متوسطة؟ أعتقد شركة نوبيا بتقدم هذا الهاتف اللي أنت ممكن تحلم فيه من زمان. تعالوا نشوف النوبيا بلاي. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع. إذا لم تشترك في القناة فاعلم أن الشيطان قد منعك، اشترك بالقناة لو سمحت. استنى هيني، اشتركت؟ أوكي. شركة نوبيا عودت كثير من محبي الألعاب على أجهزة قوية بالألعاب، وآخر جهاز اللي هو الريد ماجيك 3S، جهاز قوي جدا، سعره ما بين 600-700 دولار، متخصص بالألعاب وعنده أعلى المواصفات وعنده أهم تبريد وأفضل تبريد، فالأداء اللي بتاخده هناك رهيب جدا. لكن قررت أنه بدي أعمل جهاز للفئة متوسطة، ما بتقدر تدفع هالمبلغ، بدي أعمل جهاز ما بين 300-400 دولار برضو يكون متخصص بالألعاب، زي ما آنر قدمت لنا الآنر بلاي، وزي ما شاومي قدمت لنا البوكوفون F1 إذا بتتذكروه، بأسعار خيالية وأداء ممتاز. هلأ بدنا نتعرف على جهازها الجديد النوبيا بلاي. هذا جهاز متخصص بالألعاب وهو من الفئة المتوسطة. تعالوا نشوف مواصفاته وشو بيقدم. مبدئياً التصميم عنيف كالعادة، وهذا العنف بيعبر عن الأجهزة الألعاب. الزوايا حادة، الألوان حلوة، فالتصميم يعني آخر إشي ممكن يهمك في موضوع هاتف ألعاب. ليش؟ لأنه أنت بهاتف الألعاب بيهمك الأداء، ولكن للتذكير أنه بالعادة في تصميم هواتف الألعاب بتشوف زوايا حادة كثير بالتصميم. نحكي شوي عن الشاشة المذهلة، الشاشة AMOLED 6.65% إنش Full HD Plus، ولكن ما يميزها هو معدل التحديث للشاشة كم؟ ليس 90 ولا 120، 144 هرتز، يعني زيها زي أخوها الأكبر اللي هو الريد ماجيك 3S الفلاجشيب. صراحة هذا إشي كثير متميز، ولما يكون في ألعاب تدعم 144 هرتز حتأخذ تجربة قمة في السلاسة. وأضف إلى ذلك بتدعم برضو معدل لللمس 240 هرتز، نفس تجربة الآيفون، يعني مش نفسها ولكن قريبة جدا من تجربة الآيفون، فبتحس إنك تستخدم جهاز بطريقة جميلة جدا. أما بالنسبة للأداء مش راح نأخذ هنا أفضل يعني معالج أكيد، لأننا ما بنحكي عن فلاجشيب، بنحكي عن أداء جهاز متوسط، ولكن راح تاخذ معالج محترم سناب دراجون 765 الداعم لل5G. اداؤه بصراحه مش سيء، بالعكس بيعطيك اداء مرضي تماما في الالعاب. وراح يدعم هذا الموضوع انه في سعه تخزينيه 128 جيجا مع 6 جيجا بايت رام، او 256 مع 8 جيجا بايت رام بتقنيه UFS 2.1. لو كانت 3.0 بيكون هيك حماسي اكثر بصراحه. اما الكاميرات، اكيد في عنا كاميرات، بس برضو في موضوع هواتف الألعاب ما في تركيز على التصميم إنه يكون جميل، وما في تركيز على الكاميرات إنه يعطي صور حلوة، لأنك بدك تلعب بهذا الجهاز، ولكن في كاميرات وفي أداء للكاميرات جيد. من الأربع كاميرات، الكاميرا الأساسية 48 ميجا بكسل بفتحة F1.8 وحساس 1/2 إنش، بنشوفها في معظم الهواتف المتوسطة حاليا. وفي عنا 80 ميجا بكسل ألترا وايد، وعنا 2 ميجا بكسل ماكرو، وعنا 2 ميجا بكسل ديبث سنسر. وتصوير الفيديو حيكون عنا قدرة فل اتش دي وقدرة 4K 30 فريم او 60 فريم، يعني في خيار جيد. والسيلفي 12 ميجا بكسل قادرة على تصوير فيديو فل اتش دي. انا اشك انك راح تاخذ هذا الجهاز عشان تعمل فيه فيديوهات او تصور، على الاغلب راح تلعب بس جيمز. مواصفات جانبية، بصمة تحت الشاشة بلوتوث 5.0 USB Type C ودعم للـ NFC. أما البطارية فحدث ولا حرج، 5100 ميلي أمبير مع شحن سريع 30 واط. واو رائع بصراحة. هلا نحكي شوي عن السعر، والسعر حيكون في الصين. النسخة 128 مع 6 جيجا بايت رام 340 دولار، نفس النسخة 128 مع 8 جيجا بايت رام 380 دولار. أما أعلى نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا بايت رام 425 دولار. فهل أنت على الأقل مستعد تأخذ النسخة الصغيرة اللي هي 128 مع 6 جيجا بايت رام بسعر 340 دولار إذا بدك تجيبه من الصين وتدفع شحن، أو تستنى يوصل لبلدنا؟ الأغلب صعب يوصل لبلادنا، من نشتري إحنا من الصين مثلا من علي إكسبريس. هل مستعد تدفع وتشتري هيك جهاز؟ اكتب لي في التعليقات لو سمحت، وهل عجبك هيك مواصفات ولا لا؟ انا بصراحه عجبني. بستنى تعليقاتكم، بستنى دعمكم، اللايك والشير، وتابعوني على انستغرام. بشوفكم في الفيديو القادم، الى اللقاء.